السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الثانوي، طلاب التانية ثانوي. النهاردة بإذن الله إحنا هنحل على يونت 1، هنخلصنا خلاص شرح يونت 1، وهسيب لك اللينكات أو هسيب لك اللينك بتاع الفيديوهات بتاعت شرح الوحدة كلها في الوصف بتاع الفيديو ده. أنت دلوقتي المفروض إنك تكون مذاكر وحدة كاملة وحالل وقاعد بتراجع معايا تشوف إحنا هنحل إيه أو هنختار إيه، إيه الصح إيه غلط وهكذا. فبتمنى لكم عام موفق باذن الله طلبه تانية ثانوي. قبل ما نبدا ونسمي ونتوكل على الله، لو انت اول مره تشوفني اشترك في القناه، لو انت متابعني فشير القناه لكل اصحابك ودفعتك. عام موفق باذن الله للصف الثاني الثانوي. يلا قلمك وكتابك معايا وتعالى نشوف. هيدين اول اكسرسايز اون فوكابلري، اكسرسايز على الكلمات. تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي ار دي. فنمبر 1 بيقول لي انا هديك الاول حاجات على الكي والامبورتنت فوكاب، هختبرك الاول وهديك اكسرسايز على الفوكابلري بشكل عام سواء هي كانت اساسيه او امبورتنت. هام نمبر 1 معايا بيقول لي ذا سبيس سيستم، ايه هو الجهاز؟ از ريسبونسبل فور، هو المسؤول على ديفندنج ذا بودي، الدفاع عن الجسم. اجينست، ضد فايرال اور بكتيريا انفكشنز، ضد اي عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه. هل هو ديجستيف، ايميوني، سيرب، ريسبيراتوري؟ طيب احنا عايزين الجهاز نهون الجهاز المناعي، فاحنا اخدناه اسم immune system الجهاز المناعي. ادي اول جمل. نمبر 2، some covid 19، معظم patients، معظم اللي هم مرضى او المصابين بكوفيد 19 suffer، بيعانوا from a some buses. عايزين نقول ان هم بيعانوا من اعراض متعدده. هل هي severe, injured, bandages, pioneering؟ لا، اعراض متعدده فبنقول عليها severe، او اعراض شديده فبنقول عليها severe symptoms. نمبر 3 بيقول لي you need، انت محتاج much more training، تدريب اكتر، to improve، عشان تحسن your، هل هحسن your ايه؟ guide, expert, infection, performance. طيب انا عايز تدريب كتير عشان احسن ايه؟ اكيد هحسن الاداء، ف improve your performance، انك تحسن الاداء بتاعك. نمبر 4 بيقول لي influenza is an a disease، انا عايز اقول influenza دي مرض، هيكون ايه؟ tight ولا thick، infections, infectious ولا infected؟ انا عايز اقول ان هو مرض معدي، فبالتالي هقول infectious disease. نمبر 5 معايا بيقول لي you need to put a او an، هنحط ايه؟ on the cut to stop the bleeding، على اي قطع او اي جرح عشان نوقف النزيف. هنحط injury ولا هنحط bandage ولا هنحط allowance ولا muscles؟ طبعا هنحط ضمامة، فاحنا واخدين كلمة ضمادة او اللي احنا نقول عليه الضمادة، فهي اسمها بانج. بانج. نمبر 6 معايا بيقول لي زنوز الانف از ا او از ايه ويتش هيلبس اس، بتساعدنا تو بريز، عشان احنا نتنفس، سبيك، نتكلم، اند سميل ثينجز، ونشم الاشياء. فهل النوز دي هتبقى ماسلز، عضلات، اورجان، عضو، سيل خليه، اميوني، جهاز مناعي؟ طبعا النوز الانف عباره عن كلمه اورجان، هو جايب لي الجمله دي عشان عايزني اختار كلمه اورجان اللي هي عضو. تمام كده. نمبر 7 جايب كده سبيس في بدايه الجمله وجايب لي اختصارات في الاختيارات. وي از ا شورت فور، هي اختصار لكارديو بالموناري ريسيوسيشن. طيب هيبقى انهي اختصار؟ خلي بالك ان التنفس او جهاز التنفس الصناعي ده احنا بناخد اول حرف من كل كلمه، فهاخد من هنا حرف السي، ومن هنا حرف البي، ومن هنا حرف الار، يبقى الاختصار يطلع لي السي بي ار، طبعا مشهور جدا كل الناس عارفاه سي بي ار. خلي بالك هنا بي فور بن و B for book، لأ انا عايزة B for pen، فالاختيار الصحيح هيكون رقم C. طيب نمبر 8 بيقول encouraging children's good behavior، انك تشجع التصرف الكويس بتاع الاطفال. هلبس، عايزة اقول ان هو بيساعد في تعزيز الاطفال او في يعني دعمهم وهكذا. عايزة كلمة post ولا infect, immunize ولا injury؟ طبعا عشان ادعمهم يبقى انا عايزة كلمة post. نمبر 9 معايا بيقول لي COVID-19، كوفيد 19 ده بيكون ايه؟ كوفيد 19 اند اتاكس، بيهاجم، اند ديسترويز، وبيدمر، بيهاجم وبيدمر اوف ذا لانجز، للرئه. هل هو بيدمر وبيهاجم فيروس ولا سيلز، اللانس ولا بانج؟ طيب هيدمر ايه في الرئه؟ هيدمر خلايا الرئه، يبقى سيلز اوف ذا لانجز. نمبر 10 معايا بيقول لي ذا دكتور، الدكتور سيز ذات، بيقول ماي جراند فاذر، ان جدي ويل تو ذا تريتمنت. هل ان جده ده هيكون بليسز ولا اوبريتس، انفكتس ولا رياكتس؟ فانا عايزه اقول يشفى ويتعافى، يبقى رياكتس ويل، رياكتس ويل تو ذا تريتمنت.
رقم 11 COVID-19 is a which has caused بيسبب ذا بيقولون بيسبب جائحة pandemic this year. فهل كورونا فيروس ده ايه؟ مايكروب ولا بكتيريا فيروس ولا إلنس؟ طبعا احنا بنقول ان هو فيروس فيروس كورونا. رقم 20 معايا مستر ايمن applies at the list the latest in business management. طيب انا عايز اقول ان مستر ايمن applies بيتقدم the latest ايه in business في الاعمال او في manage في ادارة الاعمال. فهنا بالتالي هيكون ان هو عايز يعمل تكنيكس عايز يعمل تكنيك او تقنيات في ادارة الاعمال. فكلمة تقنيات اهي تكنيكس تقنيات. نمبر 13 معايا wearing a face mask انك ترتدي ماسك and keeping a distance وانك تسيب مسافات ما بينك can help us هيساعدنا avoid بان احنا نتغلب عن ايه او نتغلب عن ايه هنتغلب على allowance السماح performance الاداء infection عدوى immunity. لا طالما هنلبس ماسك وهن keeping a distance يبقى بالتالي احنا help us هتساعدنا avoid ان احنا نتجنب infection العدوى. نمبر 14 معايا بيقول it's necessary من الضروري to know انك تكون عارف how to ace CPR ازاي انك تعمل CPR in case في حالة you should help انك ممكن تساعد في حالة طوارئ. خلي بالك ان CPR عايز فعل بمعنى يؤدي او بيعمل CPR بيعرف يعمل CPR فبتاخد على طول فعل اسمه perform CPR يؤدي CPR. طيب نخش على رقم 15 على طول the ambulance اللي عربة الاسعاف talk the ايمان عايز اقول انها اخدت الرجل المصاب to the nurse بالاقرب مستشفى فالرجل المصاب يبقى injured man ما ينفعش اقول health او healthy ولا injuring يبقى injured صفة اخرها ايه دي تصف الاشخاص يبقى injured man. نمبر 16 معايا بيقول لي when the lungs لما الرئتين are infected بتكون لما الرئتين دول بيكونوا مصابين عايز اقول ايه becomes very difficult ايه اللي بيبقى صعب اكيد يعني هيكون ايه شباب praising التنفس. نمبر 17 معايا the club's cupboard is full of عايز اقول ان ان الدولاب بتاع النادي مليان بايه يعني الأدلبة النوادي دي بتبقى مليانة بايه sickness امراض shoulders ولا injuries ولا trophies اكيد مليانة الكأس جمع كأس فاسمها trophies. نمبر 18 معايا we are always ready to احنا كلنا جاهزين ان احنا نعمل AU we are your family احنا عيلتك فاحنا هنعمل فيك ايه support يدعم avoid نتجنبك react ولا heart نأذيك اكيد احنا هندعمك. فكلمة support ولها كلمة تانية خلي بالك منها اسمها post. رقم 19 as a foreigner كشخص غريب in Egypt في مصر I need someone انا محتاج شخص عشان ايه عشان اكيد يرشدني ف calls ولا guide ولا تبقى publish ولا develop يبقى هو اكيد guide me. نمبر 20 معايا بيقول لي the police ان الشرطة لانشت شنت ايه اتاك عشان تهاجم on the tourists السائحين who were not prepared. طيب عايز اقول ان الشرطة شنت ايه اتاك هجوم ايه هجوم مفاجئ فهتبقى abroad ولا ill sudden ولا suddenly انا عايز هنا noun لان جايب قبلها ايه او ان فبالتالي انا هاخد sudden هقول sudden attack هجوم مفاجئ لكن suddenly فجأة. نمبر 21 بيقول use the fire exit انك تستخدم المخرج بتاع الحريق ده في حالات الطوارئ فحالات allowance السماح ولا emergency guidance ولا hygiene اكيد انا بحتاجها في حالات الطوارئ يبقى in case of emergency في حالات الطوارئ. 22 بيقول لي cancer is a او an disease عايز اقول هو مرض ايه هل هو مرض serious flat infected infectious انا عايز اقول هو مرض خطير فبالتالي تلقائي هروح اختار كلمة serious وقول ان cancer is a serious disease. 23 he was هو كان ايه so he took عشان كده هو اخد 2 days off اخد يومين اجازة فعايز اقول ان هو كان ايه كان تعبان هل medical ولا disease ولا هاي تلقائي هروح اجيب كلمة sick يعني مريض مرض مريض مرض ايه مش اعياء يعني مش اعياء شديد فاخد اجازة يومين. نمبر 24 the engine of this car محرك السيارة needs محتاج careful ايه انا عايز اقول ان محرك السيارة ده محتاج careful solution حل safety امان examination فحص ولا تكنولوجيا محرك السيارة محتاج careful examination يعني فحص careful فحص تمام. نمبر 25 بيقول لي 25 بيقول لي you can talk to the A director ممكن تتكلم الى المدير
he is one of the charge here. هو المسؤول هنا. انا عايز اقول انت تتكلم مع المدير نون لوجد ولا ايميديت تايت ولا اكزيكوتيف. طبعا عايز اتكلم مع المدير التنفيذي يبقى اكزيكوتيف دايركتور المدير التنفيذي. 26 بيقول لي ايه از نيسيسري مهم جدا. سبيس از نيسيسري مهم جدا. اتس هيلب انك تساعد. اتس هيلبس يو بيساعد ادابت وتتكيف مع ديفرنت سيتويشنز. هل هو كاف ولا ريزيليانس ولا سيفرس ولا شولدر. طبعا هختار ايه يا شباب؟ ريزيليانس. طيب نمبر 27 بيقول لي هي جيتس ا او ان اوف 20000 باوندز فانز. انا عايز اقول ان هو اخد اللي هو كفاله او راتب او حاجات او علاوه. يعني اخد عواله 2000 جنيه في الشهر فالاونس سماح وعواله وعلاوه ولا اسيليت. طبعا انا هو خد علاوه فهي جيتس ا او ان الاونس. تمام. نمبر 28 بيقول لي the heart is the A that does most of the work in body. عايز اقول ان القلب ده هو بيكون ايه؟ medicine ولا bag muscles ولا hand. طبعا القلب ده عبارة عن عضلات يبقى ايه؟ muscle. تمام كمل معي. number 29 بيقولي after the accident بعد الحادث I saw a man. انا شفت راجل. هل الراجل اللي انا شفته ده blood دم ولا bleed ينزف ولا bleeding ايضا ينزف. فبالتالي الاثنين دول انا شفت راجل بينزف يبقى هختار البي والسي. لكن كلمة blood معناها دم ما تنفعش. number 30 بيقول لي your heart and lungs. القلب والرئتين are in your A. طبعا القلب والرئتين موجودين في الصدر. فشولدر في الكتف ولا شيست الصدر. هيد رأس ولا باك الظهر. طبعا هما موجودين في شيست الصدر. انت لو حافظ كلماتك كويس ومركز عليها صدقني الكام جملة دول مش هيخدوا منك 10 دقايق حل. نمبر 31 نجيب محفوظ was a real can a can real a. كامل معي. he was the first Arab writer to write great novels. هو اول كاتب عربي بياخد او بيكتب great novels روايات رائعة. فبالتالي هيكون الشخص ده ايه؟ pioneer flower acelerate performer. طبعا هيكون رائد. خدناها برضو في الكلمات كلمة pioneer يعني رائد. كامل معي. 32 it's usual من المعتاد for a person لأي شخص who has flow ان هو اخد اللي او عنده دور برد يبقى من الطبيعي ان هو يعمل ايه يا شباب؟ من الطبيعي ان هو كاف هيكح. طيب بعد كده number 33 بيقول I asked you انا بسألك to a the vase. الفازة دي carefully بحرص on the table على الترابيزة. why did you drop it ليه انت وقعتها. يبقى انا كنت بسألك bleed ولا place price ولا lie. طبعا انا بسألك انك تحركها فهنختار كلمة place. 34 بيقوله the baby الطفل ده is a peacefully and bed. عايز اقول ان الطفل ده بينام او بيرقد في سريره. فهتبقى نهيم بقى. انا عايز الفعل اللي هو يرقد او ينام اللي lie lie وفي باضافة ING هنحول الI لY فتبقى lying اللي هي number A. فهنقول the baby is lying. 35 بيقولي it's normal for A. من الطبيعي المين to have strong muscles انهم يكون عندهم عضلات قوية. او الطبيعي المين اكيد سيرفس ولا اكسبرتس اسيليتس ولا اسيليتس. خلي بالك من كلمة اسيليتس ديت العاب رياضية. لكن كلمة اسيليتس اللي هي رقم دي دول لاعبين او لاعبين القوى. 36 young people للناس الكبيرة في الصغيرة في السن بتبقى محتاجة ايه؟ they don't have enough experience. مش محتاجين خبرات كافية in life في الحياة. فدول الاشخاص اللي هم مين يا شباب؟ تعالى كده نشوف. operation performance guidance. لقى هيبقى المرشدين يبقى رقم C. اشخاص المرشدين عندهم enough ما عندهمش enough experience in life. تمام. اللي بعدها بيقول لي number 37 it's necessary for football pitch ملعب الرياضة to be ان هو يكون ايه؟ عايز انه يكون مسطح. فاحنا خدنا كلمة فلات اللي هي كانت بمعنى شقة واحنا صغيرين لها معنى جديد واحنا كبار اسمه فلات مسطح. number 38 بيقول لي number 1 في الديفينيشنز بقى 38 في الديفينيشنز to A is to do انك تعمل an action. لما تعمل action يبقى ده معنى انك بتؤدي. ف in fact post perform react لا هتبقى perform يؤدي. number 39 بيقول لي A part of your body جزء في جسمك that performs بيؤدي بعض الوظائف زي العقل وزي القلب مش عارف ايه. فاكيد ده يكون العضو. فالعضو اسمه ايه؟ organ. فبالتالي هروح اختار رقم B organ. number 40 بيقول لي to A is to do something because something else has been done. انت هتعمل حاجة تانية لان الحاجة اللي انت رايح تعملها خلاص اتعملت. فرد الفعل هيبقى اسمه ايه يا شباب؟ يبقى اسمه react. انا قضى في الكلمات.
number 41 when an illness لما يكون في مرض or journey او جرح is very serious خطير جدا. We say احنا بنقول ان it is a بنقول ان الحاجة دي هتكون خطيرة. فكلمة خطيرة immune ولا serve ولا available ولا medical اكيد اختار كلمة saver. number 42 بيقول لي a او an is a way طريقة of doing something انك تعمل حاجة بس يكون عندك skill. هل دي تكنيك ولا organ immune system ولا cell؟ لا طالما انت هتعمل حاجة ولازم يكون عندك skill اللي هي مهارات يبقى دي اسمها تقنيات يبقى تكنيك. part 3 a او an is very small حاجة صغيرة جدا بتعيش وبتسبب امراض فده مين already هيكون مين هيكون الفيروس. طيب number 44 بيقول لي 44 معايا شباب بيقول لي a او an a is smallest separate اصغر جزء اصغر جزئية موجودة عندك فهي تبقى الايه السل اللي هي الخلية. number 45 to a is to help someone هتساعد شخص or something او إن شيء to improve انه يتحسن ويبقى كده فبالتالي انت بتدعمه وبتوجهه للصح يبقى كلمة past يزعم ويدعم. 46 بيقول لي the a is the way هي الطريقة that your body اللي جسمك فيها protects بيحميها من disease فهتبقى immune system اللي هو الجهاز اللي يا شباب الجهاز المناعي. A أو N A is a disease هي أمراض caused by بتسبب بسبب إيه الفيروس أو البكتيريا فهتبقى إيه عدوى يبقى an infection. كده تمام 47 جملة على الكلمات والdefinitions. تعالى كده بعد كده هو بيبدأ يشرح لك في الكتاب اللي هي ال verbal collections وبيديك عليها جزئية تحت أنت ذاكر وحلل فتعالى نحل مع بعض على أساس إن أنت حلل. بيقول لي هنا scientists العلماء are asked بيسألوا to a solutions عايزين solutions حل to the problems المشاكل the society faces اللي المجتمع بيواجهها يبقى do solutions perform suggest لا انا عايز اقول انا عايز اقترح حلول يبقى suggest solutions. number 2 all people كل الناس need to محتاجة ان ايه a good hygiene in order to keep healthy عشان يكونوا اصحاء يبقى كل الناس دي محتاجة ان هي تعمل تنظيم صحي او تعمل ريجيم او كده هايجين يبقى have a good hygiene. number 3 بيقول لي you should follow مفروض ان انت تتبع الاجراءات الاحترازية majors اجراءات احترازية are you well ولا انت هتصاب بالفيروس فبالتالي get the virus كمل معي. number 4 بيقول لي CPR is a when an ill لما يكون عندك مرض او injured ومصاب person فبالتالي CPR هناخد ايه done تنفع طب performance تنفع had لا يبقى هنختار ايه وبي مع بعض. number 5 بيقول لي the exercise I have اللي انا عملته is enough for today كافي للنهاردة يبقى ايه يبقى I have done اللي انا عملته. number 6 معايا بيقول لي to keep healthy عشان تبقى صحي you need to انت محتاج انك تنام بدرجة كافية يبقى get enough sleep. number 7 معايا بيقول لي if you want to succeed in life لو انت عايز تنجح في حياتك اوعى تضيع اي فرصة يبقى miss any chance to learn وهتفوت اي فرصة لكن get a cause ما تنفعش. طيب number 8 معايا بيقول it's necessary من الضروري to know انك تبقى عارف it's necessary من الضروري انك تبقى عارف how to a first aid ازاي تعمل الاسعافات الاولية فكلمة دو كلمة perform الاثنين ينفعوا فتلقائي هروح اختار الـ A will be. The mistake الخطأ you have المستيك الخطأ اللي انت عملته فكلمة mistake بتاخد ايه يا شباب بتاخد الفعل make فالمقضيها يبقى made. number 10 معايا بيقول لي bacteria and virus البكتيريا والفيروس الاثنين بيسببوا infections عدوى فبالتالي هنقول ايه هنقول cause. بعد كده بياخدك من المترادفات والمضادات فتعال نشوف التدريبات اللي عليهم تعال نشوف كده الجمل اللي على المعاني والمترادفات والعكس الكلمات. كلمة بولي from her behavior من تصرفها scare كان من الوضع that is not normal انه ليس طبيعي. كلمة normal هنا ممكن اشيلها واحط بدلها ايه كلمة sane ولا insane irrational ولا usual unusual طبعا احط بدلها كلمة sane. كلمة sane هي اللي بتساوي كلمة normal عادي. number 2 بيقول لي ايه is to mild as irrational is to normal يبقى هناخد كلمة ايه gentle serve unusual abnormal لا انا هاخد كلمة sever شديد يبقى شديد هي العكس من كلمة عادي وهكذا. you are obliged انت بتعتذر to follow the law انك كسرت القواعد بتاع القانون in the sentence في الجملة ديت
فولو هنا انتونيمي هي تبقى عكس ايه؟ طبعا هتبقى عكس يتبع عكسها بريك، يكسر القواعد ويحطم القواعد. نمبر 4 بيقول لي she encouraged me، كانت بتشجعني to save my money، ان ادخر اموالي. عايزين نقول لك she aimed me from buying unnecessary things، كانت بتمنعني او كانت بتحذرني ان اشتري الحاجات. يبقى encourage عكسها ايه؟ عكسها discourage. Do you find number 5 do you find it ايه؟ هل انت وجدت الشيء ده ايه؟ to work abroad، هل انت وجدته hard، صعب، hardly ولا difficult؟ طبعا صعب بمعنى hard وبمعنى difficult، فتلقائيا انا هروح اختار A و C. نمبر 6 بيقول لي do you want to move it، هل انت محتاج ان احنا نحركها the wall عن الحائط؟ عن الحائط؟ قال له no، move it closer، قربها. يبقى المفروض كان بيقولوا نبعدها، قال له لا قربها، يبقى away from it، away from the wall، نبعدها. تمام. نمبر 7 بيقول لي I am sure، انا متاكد، I am sure، انا متاكد ان this advertisement، الاعلانات والبوست هتدعم the sales، المبيعات of the product، بتاعت الانتاج. what does the word كلمة post هنا sentence mean، بتعني ايه؟ هل بتعني promote ولا fail ولا decrease ولا hinder، هتمنع؟ يبقى كلمة post هنا لها معنى تاني اسمه promote، لكن التلات معاني دول هو العكس. بعد كده هاخدك على الجمل اللي على expressions و preposition. تعال نشوف اول تلات جمل كده مع بعض. نمبر 1 بيقول لي is your offer، هل العرض بتاعك still available، ما زال متاح؟ قال له forget ايه؟ I have changed my mind، انا غيرت. يبقى forgot about it، forgot تاخد حرف الجر about. طبعا دي جايه منين؟ جايه من البروبوزيشنز فوق. نمبر 2 بيقول لي if you go on staying late you will fall ill، يبقى staying بتاخد حرف الجر، تاخد حرف الجر down forward ولا up، لا بتاخد حرف الجر up. please لو سمحت، بقول له لو سمحت please the microscope carefully، عايز اقول له حرك المايكروسوفت ده على التابل، ف place on تاخد حرف الجر ايه يا شباب؟ تاخد حرف الجر on. نمبر 4 بيقول لي she follows، هي كانت بتتبع the instructions، التعليمات. عايز احط لها حرف الجر driving في سويت اقار العربيه carefully بحرص، يبقى follow for كانت بتتبع التعليمات. نمبر 5 to keep fit، عشان تبقى قوي try to take، جرب ان انت to take a sport، يبقى try to take up، to take up a sport. نمبر 6 بيقول لي you ate to leave، عشان تغادر this job، الوظيفة sparring، يبقى you right انت على حق، ولا you are right انت على حق، ولا هنقول you have the right، انت عندك الصواب الصحيح. طبعا احنا نقول you right بس كده ما تنفعش، ولكن you are right تنفع، وكلمة you have the right تنفع، فانا هختار B و C. نمبر 7 معايا بيقول لي she looks forward، هي كانت look forward، بيجي بعده الverb ايه يا شباب؟ looks forward to، والverb مضاف له ing، يبقى she looks forward to visiting. number 8 try to keep away، جرب انك تبقى بعيد from direct sunlight، من اشعه الشمس المباشره. as much ايه؟ طبعا انت عندك as و much، فبالتالي هاخد as much as بقدر المستطاع. number 9 بيقول لي i am worried، انا قلقان about my brother، about my brother in italy، عن اخويا في ايطاليا. i haven't heard، عايز اقول ان انا ما سمعتش عنه اخبار من سنين، يبقى i haven't heard from him. number 10 معايا بيقول لي It's important for driver to think، من ضروري لي الدرايفر السواقين to think، ان هم يفكروا ايه؟ ان هم في موضوع السواقه الايه السريع ده. طيب بعد كده نقول درايف ادبس المشتقات، كمل كده معايا، تعالى نشوف المشتقات. choose the correct answer، من تيست بسيط صغير. your encouragement، التشجيع بتاعك. has given، عايز اقول ان هو بيعطيني تدعيم، ف has given me بيديني apples تدعيم، ما ينفعش اختار اي حاجة، انا محتاج هنا ايه؟ noun. number 2 بيقوله your encouragement، تشجيعك. has، طالما جاب لي هنا has يبقى انت عايز فعل، يبقى has ايه؟ has post، تصريف تالت للفعل. number 3 بيقوله the clever paramedic succeeded in the A، عايز اقول ان هو ناجح في اداء، في اداء ال CPR، فperform عايز، طالما جاب زي يبقى انت عايز هنا اسم. perform، performance، performer، performed، لا انا هاخد performance، ويبقى performance هنا معناها ايه يا شباب؟ معناها اداء. number 4 معايا بيقولي some scientists، معظم علماء سينكزات بيعتقدوا ان people who have caught، اللي عندهم اصيبوا بكوفيد 19 is not complete، ما عندهمش مناعة كاملة. انا عايز كلمة مناعة immune ولا immunity، react ولا reaction، انا عايز كلمة مناعة، فبالتالي انا already هختار كلمة immunity، ما عندهوش مناعة. number 5 بيقول لي you don't have the A، انت ما عندكش ال A of the weather، ما عندكش التأثير بتاع طقس كندا in winter، في الشتاء، فبالتالي the saber، شدة،
انا عايزه اقول له الشده، فبالتالي مش هاخد سيفر، لا انا هاخد سيفرتي، الشده والحده والقصوى بتاعه الطقس في كندا في الشتاء. طيب اللي بعدها بيقول لي سمول بوكس الحصبه از ان اي دي سيز، فانا عايز اقول ان هو عدوى او مرض يعني مرض بيعدي يعني، فبالتالي انت عايز ايه يا شباب؟ مرض معدي، فانا هاخد انفيكشوز او انفيكشوز ديسيز، مرض معدي انفيكشوز ديسيز. اللي بعدها بيقول لي بي كيرفول، خليك حريص اور يو ويل بي، ولا انت هتتعدى، يبقى ايه يعني هتبقى معدى معدي، فانا عايز هنا صفه، فالصفه اخرها ايه؟ دي، يبقى انفكتد معدي. طيب اللي بعدها بيقول لي I don't know what his A to my son. أنا مش عارف هيكون رد فعله إيه الاقتراح بتاعي، فرد الفعل أنا عايز اسم يبقى his reaction. Children need حاجة الأطفال دي، عايز أقول for their parents، مسؤولية مين؟ مسؤولية آبائهم أو أشياء آبائهم، فأنا children need أنا عايز هنا فعل، فبالفعل هيبقى إيه؟ guidance، مر إرشاد. طيب نمبر 10 بيقول children الاطفال need محتاجين their parents آبائهم عشان يرشدوهم، يعني يرشد عايز فعل بقى، يبقى to guide them عشان يرشدوهم. بعد كده هيجيب لي بقى اسئله على ال confusing words، الكلمات المربكه، mini test 5. mini test على clear the confusing words بيقول number 1 the heart، القلب is the air responsible for، مسؤول عن ارسال الدم around the body، فهو يبقى عضو، كلمه يبقى the heart is the organ، هو العضو. member طبعا ما تنفعش. Egypt is an important، لها important ايه؟ هي عضو مهم مش عارف international society، فبالتالي هقول member. number 3 do your best to ايه the sales of the products، فانا عايز اقول له هل انت هتدعم المبيعات وكده، فهنقول كلمة post يدعم المبيعات. number 4 بيقول لي stop، توقف about things، عن الاشياء you have not done، اللي انت ما بتعملهاش، يبقى توقف stop بيجي عدا الفير مضاف له ing، فهقول له stop توقف عن posting، استخدام او اتلاف الحاجة اللي انت ما بتستخدمهاش. number 5 بنقول له ان he about his exam results he got a low mark، عايز انه ما كانش راضي عن الدرجات اللي هو جايبها لان هو جاب درجات قليلة، فبالتالي هناخد ايه laid ولا laid lain. طبعا انا هاخد ايه يا شباب؟ هاخد ان he laid number B. طيب نمبر 6 بيقول لي a hen الدجاجة some eggs بعض البيض، عايز اقول انها تضع او تبيض، فهناخد اني A B C D، هناخد A laid. طب the child الطفل، ماله بقى الطفل ده؟ on the floor and some fell asleep، رقد على الارض كده او قعد على الارض او نام على الارض، وبعد كده انا عايز اقول يركض او طفل ينام او كده، يبقى lay number C. number 8 بيقول لي the plane is fastest of transport، عايز اقول ان البلان دي هي وسيله مواصلات سريعه، ف the fastest means من وسائل السريعه of transport. number 9 هقول I tried to a her to take the decision، انا هحاول ان انا اشجعها ان هي تاخد القرار ده، يبقى encourage. طب هحاول ان امنعها من ان هي تاخد القرار ده، يبقى discourage. كمل كده معايا. بعد كده بيجيب لي بعض الكلمات وبيناقشها باكتر من شكل، احنا شرحناها في الحلقات اللي فاتت، وبيجيب لي عليها بعض الجمل، والجمل دي بتكون محلوله ورا، فاحنا مش هنضيع وقت لان هي طالما محلوله ورا فخلاص كده تمام. بيدخل لي بعد كده على النصوص، وبعد النصوص ديت بنكمل مع بعض لحد ما بنوصل للجرامر او الاستراكشر. الاستراكشر كان بيتكلم عن ماست والضروره وبدائل وكلام من ده، فتعالى كده طالما انت مراجع معايا، طبعا الجزئيه دي لها فيديو خاص بيها، فتعالى كده نشوف مع بعض ميني تيست 1 اول حاجه كده على اول جزئيه فيها. تعالى حل معايا كده. A driver must، السائق المفروض ان هو درايفنج يكون معاه رخصه سياقه، فرخصه سواقه، فبالتالي must هنا بيجي بعدها مصدر فعل، يبقى hold. نمبر 1 بيقول لي 1 المفروض على الشخص ايه؟ obey، يطيع القانون، فهنا تبقى must نفي ولا must؟ لا must، يبقى must. نمبر 3 بيقول لي 1 a breaks the law، ينفع ان هو يكسر القوانين؟ لا، يبقى mustn't. طيب the law هنا بقى بدل الجملة بمبني للمجهول، يبقى القانون ده المفروض انه يطاع، لا الاول جايبها لي ببراكن، يتكسر، ينفع يتكسر؟ لا، يبقى must be. طيب اللي بعدها بيقول لي القانون ده المفروض ان احنا نتبعه، يبقى must be. طيب defending homeland، الدفاع عن الوطن is a، عايز اقول ان ده بيكون ضرورة، فهل هتبقى a must ولا necessary؟ necessity، هقول ان necessity already تنفع، وكلمة a must برضو ضرورة طالما جاي معها حرف الجر a، يبقى هنا بعملها كنون،
يبقى انا هختار ام سي مع بعض. ان ذا باست في الماضي بيبول الناس هانتو فور فود كانوا بيصطادوا من اجل الطعام، يبقى كانوا مضطرين، يبقى هاد تو ديت ضروره، التعبير عن الضروره في الماضي. ما ينفعش اجيب من ماست اي ماضي غير صيغه الهاد تو. كمل معايا كده يا شباب. في الميني تيست 2 كل الجزئيات دي مشروحه، اوعى تروح تحل من غير ما تشوف الجزئيات دي. Choose the correct answer. A visitor is there to hospital المستشفى عايز اقول يدخن، ده ممنوع، فبالتالي هقول ايه؟ هقول mustn't smoke، ما ينفعش انك تدخن، ممنوع. Number 2 a visitor to hospital stop smoking، يبقى مفروض انه عليه انه يوقف التدخين، يبقى must stop. لازم تقرا معنى الجمله لتختار اختيار غلط، وفي جمله سهله وبسيطه زي دي. Number 3 you must come and have the dinner with me، مفروض انك تيجي وتحضر معايا او نتعشى سوا، يبقى دي ايه؟ must necessity suggestion ولا warm invitation، دعوة حارة، يبقى هي warm invitation دعوة حارة. you a stop talking or taking this medicine until I tell you to do. so said دكتور مصطفى قال ما ينفعش انك توقف، يبقى ما ينفعش، يبقى mustn't، ما ينفعش انك توقف الدواء ده غير لما انا اقول لك، يبقى mustn't. تمام، كمل معايا كده الباقي ثلاث جمل. نمبر 5 بيقول لي ان ان اوبن بوك في الكتاب المفتوح examination التقييم ده او الاختبار ده is a it's a to use your book your score book في الامتحان الكتاب المفتوح، فقول ان هو مسموح لك انك تفتح الكتاب، يبقى it's legal. نمبر 6 having got a red card انك تاخد كارت احمر in the last match في الماتش الاخير، يبقى you are يبقى انت كده ايه؟ عايز اقول ان يبقى انت كده محروم او ممنوع، يبقى you are permitted مسموح ولا obligate مسموح مرخص لك ولا banned، اكيد تبقى banned محروم وممنوع. نمبر 7 بيقول لي must you wear this white sweet البس البدلة البيضة for the الجنازة. this question always دايما السؤال ده بيكون ايه؟ هل هو متاح permission banning approval ولا disapproval؟ طبعا تبقى disapproval يا شباب. طيب كمل معايا كده يلا على السريع. بعد كده هندخل في mini test 3. طبعا الجزئية دي كلها هتتكلم عن have to has to والكلام ده. فرقية to stay at work until، يبقى رقية ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى هقول has. طب اللي بعدها محمد has، الواد محمد، يبقى to المصدر، يبقى to renew بس ولا to be renew؟ لا انا عندي الجملة مبنية المعلومة، عندي has، يبقى عايز to مصدر، يبقى to renew. نمبر 3 رقية and lean الاثنين هم، يبقى ايه؟ جمع، يبقى اختار ايه يا مس؟ اختار have على طول. نمبر 4 I have is a baby، انا عايزة ان انا اطعم البيبي. طب have بيه بعدها تو مصدر، فين تو مصدر هنا؟ نمبر ايه؟ يبقى تو فيد. اللي بعدها ذا بيبي هاز، خلي بالك ان الجملة بادئة بمفعول يبقى مبنية للمجهول، يبقى ذا بيبي هاز ايه؟ هاز تو بي فيد، عايز يطعم. نمبر 6 بيقولي تو ليف ناو، انا مضطر ان انا امشي الان. ها يلا هنختار ايه يا شباب؟ تعال نقراهم كده مع بعض. have you هتنفع، طيب have you got ولا do you have؟ انا هقول لك ان have you got تنفع ودو يو هاف تنفع، فبالتالي انا هختار البي والسي. طيب نمبر 7 بيقول لي ايمن، خلي بالك الجمله بادئه بمفعول، فانا عايز بادئه بفاعل ايمن، فبالتالي انا عايزه انفي مثلا، اقول لك تو دو اول ذيس جوبس الون، مش هيقدروا يعملوا كل هذه الواجبات بنفسهم او كل هذه المهام. طالما ايمن مفرد يبقى doesn't have. طب لو قلت ان ايمن واشرف هتبقى يا شباب اجري جري على اخر واحده اللي هي don't have، ما ينفعش. يبقى ليه خدت هنا doesn't عشان ايمن مفرد، ليه خدت هنا don't عشان هاخد ايمن واشرف؟ طب ليه يا مس ما خدناش haven't او hasn't؟ هقول لك ان الفيرب تو هاف بيعامل كفعل اساسي في الجمله، فبالتالي زي اي فعل بهيئه نسب doesn't وبdon't. تمام يلا نشوف الميني تيست اللي بعده. طبعا كل الكلام ده مشروح، ميني تيست 4. يلا كده اقرا معايا اول. طيب بيقول لي يو اي تو رينيو يور درايفنج نيكست مانث، خلي بالك كلمه نيكست مانث دي هينفع يو هاف تو؟ اه تنفع. طب هينفع يا مس يو ويل هاف تو؟ كمان تنفع. طب يو ماست تو؟ ماست ما بيجيش بعدها تو، ماست والمصدر على طول. يبقى انا كده هختار ايه يا مس؟ هتختار ايه وبي، فاجري جري على رقم دي واختار ايه وبي. نمبر 2 بيقول لي اي اي تو ستي اب ليت، انا اتاخرت لاست نايت ليله امس تو لوك افتر عشان اهتم بماي بيبي سيستر هو واز ايل. فخلي بالك انت عندك اي، فانت محتاج ايه؟ خلي بالك انت عندك كده بقول لك لاست نايت ليله امس، فبالتالي مش هاخد مضارع لكن هاخد ماضي، فانا هاخد الاثبات هاد. كمل معايا. مستر عبد الرحمن، ماله مستر عبد الرحمن؟ بيقول لي تو باي، هيشتري. كمل الجمله، شوف الجمله تبقى مضارع ولا ماضي. هكمل الاخر، مفيش يا مس كلمه داله على الماضي، يبقى اوريدي هاخد ايه؟ هاخد هاز تو باي. كمل معايا. نمبر 4 نمبر 4 ا نيو شيرت جديد هاد ايه؟
and iron before you wear. خلي بالك الجمله مبنيه على المعلومه اللي مجهول. مجهول يا مس، يبقى هتبدا بايه؟ هات. طب هات عايزه تو، اي عايزه تو. طب وتو ايه؟ هقول تو بي وتصريف ثالث للفعل. فين هي تو بي؟ هي تو بي واشد. صح، يبقى انت كلامي كده صح يا مس. نمبر 5 يو اي سموك، المفروض انك تدخن in a public places. هل ينفع انك تدخن في public places؟ لا، ممنوع، محرم، يبقى you mustn't، لا يجب عليك. طب نمبر 6 يو اي باي ان يو باي ان يو بن، انت هتشتري قلم جديد. يو كان بورو ماي، يبقى تستعير مني واحد وخلاص، يبقى انت مش مضطر. فتيجي تنين في كده هاف اقول هافنت، لا اوعى غلط. طيب ينفع اقول didn't have to؟ طب ليه؟ هو الجمله عندي كلها مضارع، يبقى هلجا لمين يا شباب؟ لدونت هاف تو، انت لست مضطر. نمبر 7 اي دونت هاف اني ماني، انا معيش اي فلوس. سو علشان كده اي اي تو فايند ان اي تي ام. طيب ايه ينفع هاف مع تو؟ اه ينفع. طب ينفع نيد مع تو؟ برضو ينفع. يبقى انا هختار ايه؟ هختار اي وبي. يو نيدنت، انت مش محتاج اوت، مش عاوز اقول انت مش محتاج انك تخرج بره في الطقس السيء ده. يبقى يو نيدنت ايه؟ طالما عندك نيدنت يا مس ومنفيه، اه بتتنفى، ما لسه ما يجيش معاها حرف الجر تو، يبقى انا هقول يو نيدنت ومصدر الفعل على طول، يبقى يو نيدنت تو جو. نمبر 9 معايا بيقول لي شي وود اوريدي، هي بالفعل جاهزه had her lunch، او هي بالفعل جهزت اللانش الغدا بتاعها. عايز اقول له انت مش محتاج انك تعمل ساندوتش، اصبر، ما خلاص الغدا جاهز. فهنقول له يو نيدنت هاف بوتس، انت مش محتاج انك تشتري كل هذه الساندوتشز. طيب نمبر 10 بيقول لي اي نو، انا عارف، اي هاد انف تايم، ان انا عندي وقت كافي. سو علشان كده خلي بالك الجمله هنا ماضي اي هاد، فبالتالي هناخد ايه؟ هناخد حاجه في الماضي يا مس. ينفع نيدنت هاف ولا نيدنت هاري؟ نيدنت لا، عايزه ماضي، اه يبقى انفي في الماضي، يبقى ديدنت هاف تو هاري، احنا عندنا وقت كفايه فمش محتاجين ان احنا نجري او نسرع، يبقى يو نيدنت هاف هاري. تعال بقى نشوف الجمل على اللانجوج كلها. نمبر 1 بيقول لي وي اول، احنا كلنا عايزين نقول سموكين بترول، ما ينفعش ان احنا ندخن في البترول ستيشن، يبقى وي ماسنت، تمام، تحريم ومنع. نمبر 2 بيقول لي يو اي دو اول ذس هارد ورك alone، ما ينفعش تعمل كل شغل ده لمفردك، اتس ماي ديوتي، ده واجب عليا ان انا اساعدك، يبقى هنقول له ايه؟ هنقول له ما ينفعش انك تعمل كل الشغل، يبقى don't need to، مش محتاج انك تعمل كل الشغل ده، واجب عليا ان اساعدك، يبقى رقم سي. نمبر 3 بيقول لي wait a minute، طب انتظر دقيقه واحده، يو اي تيك ا تاكسي، هناخد إيه؟ انتظر دقيقه يا علي. فعلي بيقول يو اي تيك ا تاكسي، اي ويل جيف يو ا ليفت، انا هديك توصيله، يبقى انت مش محتاج انك تاخد تاكسي. ما ينفعش استخدم mustn't يا شباب، انه mustn't للتعبير عن عدم الضروره القويه، فممكن ياخد تاكسي او ممكن ما ياخدش هو وراحته، فبقول له يو دونت هاف تو تيك ا تاكسي. نمبر 4 بيقول لي يو اي سي ا دكتور، عشان تشوف دكتور، يو لوك فيري ايل، يبدو عليك انك مريض، يبقى بالتالي دي حاجه ضروريه، يبقى يو ماست سي ا دكتور. نمبر 5 يو اي سبنت تو ماتش ماني، تقضي اموال كتيره. يو وونت هاف اني ليفت فور يور هوليداي، فانا عايز اقول له ما تصرفش كل هذه الاموال الباهظه، حرام عليك حتى، يبقى يو ماستنت، لا يجب عليك. كمل معايا نمبر 6 بيقول لي ايه؟ نمبر 6 بيقول لي يو اي تيك ان امبريلا اف يو ار جوينج تو ايج، لو انت رايح مصر مش محتاج انك تاخد امبريلا، ات دازنت اوبرين ذير، ف يو هافنت تو ولا يو دونت نيد تو، مش انت مش بحاجه، فهقول له يو دونت نيد تو، ده انسب حل. نمبر 7 بيقول لي يو اي تيك ذات بوك، تاخد الكتاب ده باك تو ذا لايبراري، يو كان كيب ات فور انذر ويك، فانت مش مضطر، يعني مش مضطر انك ترجعه لايبراري، فهنقول you don't have to. اللي بعدها number 8 بيقول لي you a speak so loudly، يبقى you mustn't، لا يجب عليك انك تتكلم بصوت عالي كده. number 9 هقول له when you arrive in another، لما توصل in another country، في دولة اخرى، انت مفروض يكون معاك passport، يبقى you have to، انت مضطر ان يكون معاك، طبعا mustn't لا، don't need لا، يبقى you have to show your passport. number 10 بيقول لي what do I do to get driving license، ف must do ولا will have to، will have to ولا have got to، ف driving license الانسب اختيار ان انا اخد لها what do I have to، ماذا يجب علي ان افعل عشان يكون معايا driving license. رقم 11 بيقول لي number 11 بيقول لي هنا why did you go to the hospital، why did you go to the hospital، فبالتالي انا هقول له ايه؟ انت المفروض انك تعمل ايه عشان تروح المستشفى، فهقول له well why did you have to. تمام، اللي بعدها بيقول لي does he bring the money with him،
هل هو جاب المال معاه او هو مضطر انه يجيب المال معاه؟ فبالتالي هقول ايه؟ يبقى does he have to bring. نمبر 13 بيقول لي you a help me if you don't have time I can. ممكن ما تساعدنيش لو انت ما عندكش وقت انا اقدر اعملهم بنفسي. فيو فينفع اقول you hasn't you have. لا هقول ايه؟ you don't have to. I a go to the hospital tomorrow. هروح المستشفى بكرة. I go to the hospital بكرة to have my eyes checked. يبقى لازم ده في ميعاد متحدد يبقى I must ضرورة. نمبر 15 بيقول لي hurry up اسرع رودينا. احنا اتأخرنا. يبقى لما اقول لها اسرعي يا رودينا لا يجب علينا ان نتأخر. didn't have. لا ما فيش هنا ماضي. طب mustn't haven't got told needn't. لا الانسب هقول لها we mustn't لا يجب علينا ان نتأخر. رقم 16 بيقول لي he space tell me again I can remember everything he said. انا مش محتاجة انك تقولي لي اللي انت قلتي تاني انا اقدر اتذكر. فانت عندك هنا هي هتاخد لها doesn't ولا تاخد لها haven't mustn't. لا يبقى انت لست بحاجة يبقى doesn't have to. نمبر 17 ندى ايه buy a new laptop. البت ندى اشترت لابتوب جديد. Her old one القديم بتاعها is very good. كويس جدا. طب القديم كويس جدا يبقى ندى ما كانتش بحاجة انها تشتري واحد جديد يبقى doesn't have to. اللي بعدها بيقول my aunt عمتي was in hospital. عمتي في المستشفى. طيب عمتك في المستشفى. I a visit her yesterday. كان المفروض عليا ان انا كنت ازورها امبارح. فتلقائي هتلاقيك بتاخد ايه يا شباب؟ ضرورة في الماضي. يبقى had to يا ميس طالما عندي كلمة yesterday. طب اللي بعدها I have warned you before. انا حذرت قبل كده. You a play football in the street. ما تلعبش كرة في الشارع. يبقى يو ايه حذرتك وكرة في الشارع يبقى خطر وضرر كبير. يبقى يو mustn't play football in the street. نمبر 20 احمد كانت كام اوت. احمد ما ينفعش يجي بره with us معانا هذا المساء. عايز اقول ان هي ايه work. ها يبقى هو عنده work. يبقى هي has to work. عنده work. نمبر 21 بيقول لي my old dictionary القاموس بتاعي القديم ده is useless بلا فائدة. ما عادش قادر استفيد منه بحاجة. فبالتالي بيقول I buy a new one. انا مضطر ان انا اشتري واحد جديد. doesn't have need mustn't must. انسب مثال انسب اختياري هنا هيبقى must. اللي بعدها بيقول لي والحسنا he hasn't been invited to the party. ما احنا ما دعناهوش للبارتي سو عشان كده I think he اعتقد ان هو مش هيجي. يبقى I think he hasn't got to اعتقد ان هو مش هيجي. ما ينفعش مع هي اخد don't have ولا don't need to. لا هي hasn't got to هي الانسب. تمام. I am sorry أنا آسف. You a bring your pet into school. هل أنت جبت البيت تاك into the school؟ يبقى أنت مش مضطر يعني لا يجب عليك أنك تجيبها هنا للمدرسة. حيوان أليف أو حاجة يبقى haven't. لا ده بقى منفعش خالص. يبقى إيه؟ يبقى mustn't. تمام. اللي بعدها 24 بيقول لي it's a secret. ده حاجة سرية. okay you ate it. ما ينفعش نقول لأي حد. طالما جاب لي كلمة secret يبقى ضرورة شديدة. يبقى you mustn't. ما فيش نفي غيرها او ما فيش نفي غيرها واشد. لكن don't have انت غير مضطر. I know it's raining. انا عارف ان هي بتشتي. but you wear all these clothes. يعني انت ادينا بتشتي تمام بس انت مش مضطر انك تلبس كل هذه الملابس. يبقى you you don't need mustn't need انت تقول. لا هيبقى you don't have to. انت لست مضطر لارتداء كل هذه الملابس. 26 معايا بيقول 26 you aren't allowed to stop here. غير مسموح لك انك تقف هنا. you a do that. ها يبقى you mustn't do that. لا يجب عليك طالما فيها allowed بقى مسموح وغير مسموح. 27 I a get up early tomorrow. I'm going away. هروح بعيد and my train leaves هيغادر الساعة 7:30. يبقى دي حاجة اضطرارية خارجية غصب عني. يبقى I must get up early. نمبر 28 بيقولي I am not deaf. you a child. انا مش اصم. انت مش مضطر ان انت تزعق. يبقى you don't ايه يا شباب هتبقى you don't have to. انت مش مضطر انك تزعق. تمام. in most parks في العديد من ال you a walk on the grass. عايز اقول في بعض ال في بعض النوادي او لا في بعض اللي هي الحدائق انت غير مسموح لك ان يبقى you need to do you don't have. لا انا عايز اقول غير مسموح. يبقى you aren't allowed to غير مسموح لك. طب رقم 30 بيقول لي if you come to بريطانيا لو انت جيت بريطانيا you a come you come and visit us. تعالى وزورنا. يبقى ايه I would like to see you. عايز اشوفك. يبقى دي دعوة حارة. يبقى هقول له ايه you must come. مفروض ان انت تيجي وتشوفنا. طيب 31 بيقول لي he had to come early because it's عايز اقول ايه
عايز اقول ده ضروري، يبقى it's necessary ضروره. طب نمبر 32 بيقول، طب انا ليه خدتها it's necessary يا شباب؟ انت عندك الجمله في الاول ماضي، يبقى المفروض ان هي كانت ضروري، يبقى already الاجابه صح، هتبقى it was necessary وليس is. طيب نمبر 32، I A be at work الساعه 8 or my boss، ولا البوس المدير هيكون غاضب مني، يبقى انا مضطر، اضطرار خارجي قواعد، يبقى I A، يبقى I have to be at work at 8 o'clock. نمبر 33 بيقول لي I A phone، المفروض ان انا my friend this evening I promise، انا وعدته، في وعود وفي مواعيد، يبقى I must، المفروض ان انا phone my friend. تمام، بعد كده هيقول لي تعالى نحل special cases، الحالات الخاصة، طبعا الحالات دي بتخص المتفوقين شوية،